فهذا مو كورنيل بس انا صدي شباب وحجتي دولدو سي حر وحكا ايدا مدى قلب كسيلا ايا دولد الفدرال كاي شما عليا ياشان يطبر حسنا وحبسي اكو حكومتي قبادة لغو مقعاو فاضمو حسين علي برسلو يقانو فاضمو كورنيل وكاتر سعيد وركاسي فاضمو واحد شغالة كاتر سمى ملكا قبل كبنادر يهو يوين كقرنكا وحن لسو حريري وركاسي وكاتل بدين لشاقا سيس لمركا ان الله هوزقي يوم مدحدي هول قلضة مدحي هول قلضة قارجين تقول كبنادر منك لو يقانو أحمد محمد حاجي الكعسي واسنا دلتو وشاعل وحكومي وين هذا ولها اللي يسيقر به انت دورده يا شيكتي اني اخبى شي طلبك على شباب وعي دحضي شباب وعي دهين قوري كودي بمينو قرح سمي كبه مينو هم موكل وريج كبه مينو هي وعا كرنا معلومات كما دحضا دق مدى حلق اي حفلة ده هجران وقت يدا ايمان عيان حروتا فادوما ايا اروكاسي اوقد بسي معلومات بدان وقصة ابسان قبل كبنادر ايا دق مدى يدق ميد وحينا بين الله هي مقعد بدن وافقر شاع سيدا مقع فاضم كورنيل هي عصبه فاضم كورنيل مقعد افقر شدو هي عصبه كما فايدي سن فرصة ديادة وادي قد دالك يكو مارين تنولوش يدال سكين تورو كاوين كي دولة دوسي لكن شغل كالو ديك دادين اي قدر ستي رسولو عرقتا اي جلعان تايس قرف انا قرح بقول يوانان انا هبقا اي قاد اي هاي مقوده هاي دمنس كان كرر وحي كدعاي من خلي فد قبتين خلي مدح ديدي امانيسو خلي دمد سو غلايان خلي كتغايان سدا بدن ان مدح ايدي تمادو هنا يسو شفت ورا محن كل اساس وشقد عيله ودن ربا حصل يسو شف بس انا وحق لها يقبل فاضم هنا يكون بيرتي وركاسي وهي سبب وها من اللي يراهدو عبدي بيماح وعنين ايدا شيء ايدا ديدا وحينا ديگان هانك سوجيدا فادومو قبل كاسي هيران وحان وانا لواتنية فرجر سيدا الشيغين هيدا همانك ايدو لدا شغاد اقو بدان اي فادومو قبان جلتي ايا اه اني استوسيسو دبلي دا قارج رح قارج نيسائي او ركاسي كاترسان ايو دادك ايدي لايانا فادومو ايا فضو يسيس لماركانا كوحا شبابو قابلس لياد ديلانكا كالاكا قرشيسان الوجود ليس راكيل عيدا ما أفرب كان بوليس اسم سوين كلا سيدا لقو عديه محكمة عيدا ما دقائب كالسيدا فضوما عياقنا تي إني شقادا كهي شي مامو كاكو الكبنادر إيوا ديك سنجر تي إني أرقاسي كعاوسو دلالكا مدحدة دولادا أرقا عيام دوينكي ودن بيي هوايكا الصوماليات واستعمالا يي أرماها بساسني مدا يشرقو لدا لقو قارجيو dadka maga muqdisho ee u badan dawladda u shaqeeya iyo xarunta gobolka banaadirna laga fuliyo dilal qorsheysan dad badan ayaa dhagahooda ka sii shaqaraya dilkii loo geystay gudoomiyaha hore ee gobolka banaadir oo ay fulisay haweeney ciidamada dadka qabanqaabiyay oo aadi aad isugu duburday ay ugu weyneed gabar gabadhaasi oo haatan baxsad ah laama malaynayo inay ku nooshahay deegaanada ururkaasi shabaab ay ka taliyaana iyada hamaanka ayaa sheegay inay ku daba joogaan gabdho badan oo u shaqeeya ururkaasi oo ku dhex milan dowladda iyaguna qaarkood la shaqeeya wasaaradaha dowladda madaxtooyada xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wayna ugu weyn tahay xarunta gobolka banaadir ee ururkaasi ku leeyihiin dad badan oo basaasiina basiir cabdi ayaa la xasuustaa inay basaastay ama ay shir qooshay gudoomiyihii hore gobolka sidoo kalena meeshaasi ay ku dhinteen gudoomiyaal degmo oo aad u fara badan waxaa la xasuustaa in gabadhaasi lagu soo tababaray deegaanada gobolkaasi hiiraan iyadana ay ka soo jeeday dhinacaasi gobolkaasi hiiraan xaaladda ama ururkaasi amniyaadkiisa ama kooxihiisa ayaa ah wadnaha keliya ee ururkaasi uu ka shaqeeyo iyagoona kooxdaasi amniyaadka ay dhisan yihiin ama la aasaasay sannadii 2007 markaasi oo magaalada muqdisho ay haysteen ururka amxaaradii iyo dowladdii cabdulla yuusuf إلا أي حاتن أوركاسي وببر لا يا هاي مرك الله إيجو كوه ذا سيحو جدا ولو يقانو أميان أما سيدا كلا دا أورنا عنو إرجو واف عربية سردوم كوه كوه ذا سي كوه ذا سي يوشك إيسا هدي كوه كجو سطو أما أي ببران إنه سن كوه ذا سي واحد بعتا إيش وكين من مرك الله إيجو دتك إيش غالي سيان أو أبضن دتك كتير سن دولة دا إن دولة دا آدي آد وملين هنا بنك كلانا ay shaqaalaysiya dadka danyarta ah
sida casriyaasha dadka haweenka iyo wixii la mid ah kooxdaasi markii ay koox la qabto ama shabakad la qabto ma burburaan oo weli waa sii socdaan maxaa yeelay qaabka loo dhisay markii hore ayaaba ahba in kooxo kala duwan oo aan is aqoonin oo hal meel ka wada shaqeeya ay subax walba hal meel u shaqo tagaan habeenkiina kasoo hoydaan ma malaynaysaa in gobolka banaadir keliya kooxahaas ay ku leeyihiin dad badan oo aan isgaranaynin oo xitaa aan ka warqabin in qofkan kale ay la shaqaynayaan inuu ka tirsan yahay kooxda iyo in kale naqshadani ayaa waxaa dejiyey ninkii hore ee ururkaasi madaxdu ahaa axmed cabdigodane waxa uu duqeyn lagu dilay iyadoo loo malaynayo in naqshadani ay wax ka dejiyeen dad aan soomaali ahayn maadaama ay tahay naqshadani naqshad aad u cajiib ah reer galbeedka iyo dowladihii hore ee soomaaliya ay ku guulaysan laayihiin in shabakadaasi ay burburiyaan waxaana loo malaynayaa in laga soo koobiyey waddamada ciraaq iyo afghanistan maadaama kooxdaasi xiriir leedahay kooxaha kale ee waddamadaasi ka dagaalamaa wa maxamed alfa salaamullaahi calaykum